السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو بيتزا بالكفتة. بصراحة هي ماشي شي حاجة صعيبة. نسبق لي وقدمت لكم العجينة اللي العجيبة اللي يعني كتلق المجموعة ديال الأغراض. يعني عندي واحد فيديو في القناة ديالي غادي تلقاو يعني تديروا هذه العجينة، لأن بصراحة كتجي عجينة روعة. وكذلك عندنا الصلصة، هذه الصلصة درنا بها فيديو، فهي كذلك يعني صلصة يعني ممتازة جدا، كتليق البيتزا، كتليق حتى العجائن كلها، يعني لي بات كلهم تندخلوها فيهم، يعني الإنسان يوجد منها بواحد يعني كمية كبيرة ويصبرها ويخليها عنده وقت ما بغى يدير مثلا لي سباكيتي، ولا يبغى يدير اي نوع من المعجنات، فهي كتليق ليه. انا بصراحه هي الصلصه اللي كنستعمل عاده. وغادي نحتاجو كذلك معاها واحد جوج ديال تقريبا جوج ديال لي كورجيت، كنكون صوتيت هما كاف في شويه الزيت باش يتعرقوا واحد شويه. نحتاجو الفرماج، كنحتاجو الشامبينيون يعني الفطر المأكول، وغادي نحتاجو الكفته القدر اللي بغيتو نتوما، يعني ما عندناش شي قدر معين، يعني اللي عندنا واللي قدينا نديرو. صافي، هادشي اللي غادي نديرو في هاد البيتزا، كتكون شويه خفيفه، ما كيكونش فيها بزاف ديال الخضر. غادي نمشيو للطريقه ديال التوراق. كناخدو العجينه ديال العجينه العجيبه، كما قلت لكم عندي واحد الفيديو فيها هاد العجينه لجميع الاغراض. غادي نكركبها ونخليها ترتاح واحد شي شويه باش ما تعذبنيش ملي نكون كنطلقها بالدلاك، ونطلقوها يعني على حسب شنو بغيتو. بغيتوها نتوما بيتزا تكون عندها يعني عجينه ديالها تكون غليظه يعني سميكه، غادي تخليوها شويه سميكه. بغيتو يعني كتبغيو نتوما يعني البيتزا اللي كتكون يعني العجينه ديالها يعني رقيقه بزاف، فغادي تطلقوها مزيان، لان من بعد غادي ملي غادي ندخلوها الفرن فهي غادي يعني غادي تنطفخ شي شويه. ما تنساوش انكم يعني تقبوها بالفرشيط، يعني ندوزو لها الفرشيط باش ما نعطوهاش يعني مجال فين انها تنطفخ بزاف. صافي، انا ورقت هاد العجينه ديالي، غادي نهزها بالدلاك وكنديرها فوق من فص من هاد المول. عندنا طاوة ديال الفرن يعني اولا طاوة خاصة بالبيتزا، فغنديروها فيها. ما عندناش كنديروها عيب بحال هاد المول هكا، ماشي مشكل. غادي نتقبو هاد العجينة بلا فرشيط باش ما تنتفخش لينا ملي تكون في الفرن. من بعد غادي نديرو فوق منها الصلصة. درنا الصلصة، الى شفتوا بانني ديك يعني في الفيديو اللي درت ديال الصلصه درت فيها الخضر، فيعني هاد الصلصه راها مفيده. غادي ندير هاد الكفته. انا الكفته هادي منين شحرت يعني منين درت لا غورجيت تصوطه واحد شويه، حيت لا غورجيت من بعد رميت الكفته في ديك المقله، هي سخونه، وطفيت النار، طفيت النار ما خليتهاش شعله، وفداك الصهد اللي كان في ديك المقله يعني دوزت هاد الكفته ديالي، لانها بغيت عيد نشوكيها شي شويه وما خليتهاش يعني تحمر بزاف باش ما تنشفش. بما انني غادي نديرها هنايا هي الاولى، ما غاديش توصلها النار بزاف، فانا درتها لتحت. غادي ندير فوق منها شويه ديال الفرماج باش تعطيني ديك التعليكه ديال الفرماج. من بعد ندير كل شيء هاد الخضر من بعد من فوق يعني نستفوهم. صافي، انا كملت يعني تستف ديال الخضر كل شيء. غادي نخلي واحد شي شويه الفرماج حتى نبغي نطفي على هاد البيتزا، يعني نبغي نخرجها من الفرن، عاد نديرو ونطفيو الفرن، نخليوه يعيدو بعب الصاد. الفرن خصو يكون مسخن من قبل، ويكون مسخن يعني على نار يعني تكون درجه الحراره 220، لان البيتزا كتبغي تكون نار قويه باش دغيا كطيب وكتبقى يعني كتجي طريه وكتجي زوينه. البيتزا خرجناها من الفرن بعد ما طات، كنا ندهنوها بالزيت، زيت الزيتون، من هاد البلايصه اللي فيهم يعني العجينه باش تعطينا ديك اللمعه زوينه، ونديروها هكا فوق من البيتزا لانها كتجي زوينه زيت الزيتون مع البيتزا. ونديروا ليها يعني الزعتر او الزعتره. صافي، نقطعوها دابا. كنقطعوها يعني مثلثات باش تجينا سهله. شتي العجينه ديالها روعه 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 روعه. انا بصراحه العجينه كتعجبني انا، منها اكتشفتها هي اللي كندير دائما في البيتزا ديالي، كتجي خفيفه وكتجي رطبه، يعني داكشي اللي كان يعجبنا. صافي،
صافي كنقطعها بحال هكا مثلثات، وكل واحد كيهز مغصوب. كنتمنى ان هاد البيتزا تعجبكم وتجربوها، لانها بصراحه خفيفه وسهله، ما فيهاش شي حاجه اللي يعني الواحد يقدر يقول ما نعرفش نديرها. انتما كتشوفوا يعني بيتزا كتجي رقيقه، يعني حتى الورقه ديالها وديك يعني العجينه ديالها كتجي خفيفه وكتجي رقيقه، وفيها الفرماج كما تنبغيو. الفرماج هكا شوفوا كي كيجبد. بصراحه انا من عشاق البيتزا، واخا انا كنبغي ندير الطبخ المغربي، ولكن كيعجبوني المسائل بحال هكا. كنتمنى لكم شهيه طيبه، وما تردوش انكم تجربوها، فهي سهله وما فيهاش حاجه اللي يعني ما يمكنش تكون عندنا في المطبخ ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. خلي لكم الراحه ومع السلامه.